السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيداتي نساتي سادتي مخداتي وسادتي. أما بعد، مشكورين على متابعة السلسلة وعلى الدعم الجميل اللي مستوي على القناة، ومشكورين دائما على تواجدكم، أبدا أبدا موجودين دائما الصراحة، حلوين وطيبين وعلى قولتهم بنحبكم. الحين أبا بس أسوي ديسكفر شوية حبيبي، اكسبلور، بدفع 1000 روبية بسوي اكسبلور حق البقعة هاي. ابا اكبر اليوم زراعة في ناس ساكنة هني، ليش في ناس ساكنة هني؟ محتاجين بيوت يعني قريب؟ اوكي محتاجين بيوت قريب، مش مشكلة. الحين بسوي كم بيت؟ كانت تور غلط بس ما ابي اهدمه الصراحه، فبسوي لف. اوكي هاي لفه حلوه حق اسوي بيت. الجماعه يبون بيوت هني، طبعا في شقق ما بنسويه هني، بسوي كانتري هاوس. بس ما اعرف هل بيكون قريب عليهم كل شيء، 1 2 3 4 5 بيكون عليهم الدكان قريب ولا بعيد ما اعرف الصراحه. بس خلينا نحط شوي بلانتيشن زياده، لان احنا بشغلات ثانيه صراحه غير الزراعه. رم اندستري بروديوس رم فروم شجر سيجار. زين نقدر نسوي سجاير، كلها رم مو سجاير، ما في شيء صحي. زين بس وين احط هاي؟ هذيل بحطيهم المصانع هني. اوكي هذا السيجار، مصنع السيجار، وهذا الرم. وانا لا اشجع لا على التدخين ولا على الشرب، لكن حاليا محتاجين ندخل شوي فلوس. اوكي وعساس دولتنا تستمر بشكل جميل وسعيد ورائع ومتمتع مثل ما تعودتوا عليه، لازم نسوي لنا مزارع. بس مزارع هنا بتكون صغيرة ولا انا يتهيأ لي؟ لا مش صغيرة. اوكي بالضبط قياس هذا. ابا مزرعة ما عندي فلوس. اوكي ما عندي فلوس بس امور طيبة. بسوي سكر زيادة، تشينج كروب بقر، تشينج كروب. اوكي زين، لان هاي اللي يجهزون ينبرون. الحين شو بيكون عندنا؟ بيكون عندنا سكر زيادة، بنحط التيمستر هناك بعد زيادة. لحظة عشان نزيد مدة العصر، الحين 2014 حبيبي. هاف تو ديفرنت اندستريز ذا ايلاند ستريت ستيل ميل تكنولوجيز. اوكي لازم نبدا شوي صناعات ثانية، لازم نبدا تصدير، لان وضعنا حاليا ايوه لحظه خل اضبط الشاشه على زاويه استوي اللعبه فيها حلوه. زين اوكي هاي 2000 وشي يبا يدخل، هذا بيدخلنا 9000 وشي. تيمسترز شو اخبارهم؟ تيمسترز لازم نزيد عليهم ميزانيه، هاي الناس شغيله والله تقدنهم كد. زين خلينا نبني، لا ما نقدر نبني لهم الحين، لازم نبيع شويه، لان الحين احنا ماشيين على البركه اكثر من لحظه. شو اخبار الشارع اللي هنا؟ اظن الاثنين داشين في بعض غلط ترى، بس عادي اظن اتس اوكي بنحل الموضوع. بس الشوارع شو سالفتها؟ بسوي لها ابجريد ولا بروح نستوي لها ابجريد مع البيوت؟ لان الحين احنا عندنا شقق شقق فندقيه، ولنا عندنا شقق صح؟ شقق بحطيه هني عند الدكان وهاي. اوكي ان شاء الله حاضر. انزين ما اعرف شو قال ترى. انزين نحن نبغى الحين نحطي شقه 12 عائله تشل، بنحط شويه شقق هني، بنحط لهم حديقه. اخبار المالك؟ اخبارك انت؟ تعال بيع يا اخي خلصنا، نازلين 16000 نحن، انت 13000. تعال شلوا بيعوا خلصونا، خلنا نبني. مشاهدين متابعين مشتركين ينتظرون، عيب والله خيبة، هضرب الرصيف لعمل. انزين خله برايا الحين بيع 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 بيع. ابى اسوي تيمستر ثاني، اول شيء بسوي تيمستر خله يسيرون. ايوه هذا اوفيس يبغى 4000. اوكي من يستوي عندي مال ب 4000؟ اظن ما محتاج 4000، اظن الحين ببنيه. اوكي ببنيه وين؟ هني اساس يكون يطلعون من الجراج قريب، اظني فكرة جيدة. ما اعرف اذا الفكرة ممتازة 100% ولا لا، بس
الانتاج الحالي محتاج كويك بيلد. يستاهل كويك بيلد هذا؟ لا. الحين بندور عقد جديد اساس نبيع. ما عندنا عقود اظن، هي ما عندنا عقود. احنا شو عندنا وايد في يجيبون منه؟ ما في شيء وايد. هذا شو شل اكثر شيء عندنا؟ سمك وعندنا حليب. زين نقدر نغطي كونتراكت. وهني شو جايبين؟ عندنا حليب بعد، وعندنا كوفي. اوكي يعني حليب كوفي سمك هاي الامور. انزين معناه سمك وسوي 350 حرام شوية. بنانز بعد ترابل تايم 2 مانثس. هذا اقدر استورد، بس انا ابا اصدر. بنانز لا ما ابا، ابا اصدر توباكو. لا يا سيدي مصنع كوكو ما عندي اصدره، فحم ما عندي اصدره، بلانكس يمكن اصدر لان عندي بلانكس زايد صح؟ لا اخبار بلانكس مالي حبيبي، وين مال بلانكس انا حطيته يا جماعة؟ والله نسيت انا حطيت تي مستر ولا مال بلانك. لمبر مل ليش ما قاعد ينتج؟ لان ما عندنا. كيف ما عندنا؟ اللي هو انتهى الوضع اللي هني. خلنا نحط لوجن كامب هني ونحط له شارع لين هني. اوكي وبنسوي له هذا كوك بيلد 800 ربية، لان هذا يوم بينتج عندنا هذا بيشتغل. على اساس ان الحين ما عندنا لوجن كاب، اظني هو شل كل الشير هذا السبب. انزين نبغى نصدر شيء، نبغى نصدر موز. بنصدر عندنا موز ليش؟ ما عندنا كونتراكت نحن. يونيتي 7 ستاندينج وذ اليس تو ساين ذيس كونتراكت يا حبيبي. انا كم عندي مع الايس؟ لحظة سكستي فايف فور. زين خلنا نستورد من عندهم شيء. اوكي ويسار نستورد من عندهم النصابين، نبيع عليهم لحم بألف وميتين. زين بنستورد من عندهم ايش عندهم؟ نستورد سكر ولا هني بكم؟ هذا بألف وثمانمية الاستيراد. اوكي اذا اشتري من السوق السوداء شوفوا هني هاي اللي يبون شو صدر لهم كوكو صح؟ بشتري الكوكو بألف وثمانمية ابيعه بألفين وميتين احس ما قاعد اسوي فايدة. اوكي مو مشكلة خلنا نزيد العلاقات. بنستورد من هذا، هذا ترابل تايم ولا كم؟ شهرين. حلو بنصدر كوكو على هذيل، نستورد منهم سكر بعد. زين وبخلي اللعبة لحظة انا قاعد استورد ليش؟ اوكي لا يكفي 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 بكفينا حاليا. امور بتمشي لان عندنا انتاج عالي. بعدين هذا قام مفروض انه بيشتغل الحين. هذا يشتغل. انزين هاي شو مشكلته بالزوم برانكس فروم لوجز؟ انا قاعد سويت اللوجن كاب، حطيت اللوجن كاب الحين هذا المفروض شغال ويجيب له شيء. انزين نحن نبغى شو الحين؟ مو مشكلة دام ان عندنا دخل امور تمشي. انزين شو كنا نبغى نسوي؟ نبغى نسوي بيوت، نبغى نسوي شقق. انزين نبغى نسوي الشقق. لحظة بنحط شارع، لحظة خلنا نسوي ديزاين وبحط في الوسط حديقة شيء. والله تقريبي يعني ان شاء الله يضبط. ها
هذا ما بيطيب اصلا ترى. اوكي من هني مش لازم يعني هاي 100% يا اخي. اوكي بنسوي بالعكس، بني بالشارع هني من هني لين اوكي راح يسوي لي مشاكل هذا، فشو بسوي؟ هني لين هني اشوف. والله شكله حلو الشارع الصراحة، صراحة كلمة حق شكله زين، شكله زين حتى لو اني بشارع هني ساير من هني لين هني بيكون مش غلط ابدا. نقدر اني بالطريقة هاي بعد اساس نتفادى الزحمة. انزين شو بنحط هني؟ ابغى اخبركم هالصوب هني شقق، هني شقق كم شقة تستوي مش لازم وايد، وهني بنحط كم مانشن كم قصر، وهاي اللي يمكن احولهم مكان ثاني يوم يستوي عندنا فلوس، لانه يوم يستوي فلوس الوضع راح يتغير. لحظة خلنا نسير عند البيوت. اوكي والله نقدر نسوي بعد اقل شقق، ما له داعي شقق وايد. انزين نسوي شقة شقتين، ابغى اسوي في الوسط يمر شارع بس على اساس انه يكون نوع من انواع الخدمات. زين اوكي اوكي برايه هاي شقتين، هاي اللي يشيلون 12 عائله 12 عائله. بنيب شقه ثانيه هذا الاتجاه، بنيب شقه هني وبنحطي لهم هنا. الحين محتاجين سوالف، نبى تابرن حق عقب الدوام، والله ركب عدل ركب صح. انزين ونبى دكان اذا يستوي اركب الحين. زين ما يستوي اظني، لا ما يستوي. دكان بيكون وين يكون دكان؟ والفير اهي يباله 650. الحين احنا ماينس شوية بس ترى بيونا الناس، احنا بنبني بيوت على الاقل، بنطلع الناس اللي في الشقق قاعده هاي لازم نهدمها. هاي السوالف هاي يمكن اهدمها احط قصور هني جنب، حتى هاي اللي يمكن اسوي لهم ابجريد، انا ادمر هاي واحط مكانهم شيء سكن الناس العاديه في شقق. نستثمر المساحه اظني من الحين يكون شيء مشروع ناجح. انزين نرجع مره ثانيه لموضوعنا، بنحط عندهم دكان، دكان لان في الوسط حديقه بيكون دكان، هذا مكانه حلو. انزين وبنحط عندهم عياده يا حبيبي، والله لازم عياده، عياده في الوسط، لا عياده نبى مكان تنحشر فيه. ايوه لا بس ما بتشوفه انا بعدين، مش لازم تشوفه صح. ابى عياده هني وابى عياده ثانيه بعد، ابى عياده هني جنب الدكان هذا، ابى اهدم هالبيوت تك منها. انزين نبا كاثوليك مانشن، ما اعرف هذا مال شو، شو يسوون فيه، شو يسوون فيه هذا ريليجن ما ادري شو، مسجد اوكي نفس ما ادري الكاثوليكيين ما ادري شو خربطانيين. انزين بنحطي هذا لهم على سنتر المدينه بس ما يستوي للاسف، ما بحطيه هني بخرب المكان. وهني لازم حديقه، هني احتماليه يركب طريقه حلوه. انزين الحين ابى ازين المكان شوي، ابى احطي اظن هذا يكفيهم، بس دام ان حطينا خلنا اكمل جميلي واحط شوي شير عنده. نشوف شو السالفة هني، شو الوضع؟ 200 200، خلنا نزيد. الناس قاعد تسكن، عجيب عجيب. انزين انا نسيت موضوع هذا صح، هاي شو سالفته؟ ليش ما حد جاي يبني؟ صح صدق هذا ليش ما حد قاعد يبني فيه؟ اسوي لك كوك بيلد. اوكي كوك بيلد الناس بتشتغل. لا الحين بيستوي عندنا فرص عمل وايد، لانه سلكت سكواد. زين ما نبغى الحين اكسبلور، اكسبلور هذا نحن ما نبغى الحين، نبغى هاي اللي خلصنا والله.
بس كوك بيلد مالهم وايد غالي، وانا قررت انه ما اسوي لهم كوك بيلد. بس تعرفون شو يباله زيادة عنه؟ يبانا كونستراكشن اوفيس هني، واللي هو على الاغلب بعدين بهدمه. هذا على الاغلب انا بهدمه بعدين، احتمال كبير، لان الحين هاي اللي قاعد يبنون وما عندنا حد ثاني يبني. خلينا نزيد الميزانيه ماله على اساس الناس تداوم. في عندنا كان كونستراكشن ولا البناء الاساسي وين صار؟ لحظه، كيف كان شكله هذا؟ يعني هذا هو زايدين الميزانيه ماله. اوكي، على اساس ان حد يكمل بناء، لان الحين ما حد بيكمل بناء، وايد مشاريع فوق اللازم ومش ملحقين. لحظه خلينا نشوف هذا اسبكتكت ريفينيو 5000 بس، ايش لايف تايم بروفيت 10000 9000. جيد ومش جيد، محتاجين انتاج اكثر. نفس الوقت محتاجين تمستر هاي كلهم. ها شو سالفته؟ خلنا نشوف. ايوه، عيادة هناك، وهاي العيادة كانسل كونستراكشن. اوكي خله، ما نبغى. اوكي، منين قاعد ادوم فيه؟ في حد يقدر يصير مدير؟ تايكون؟ يلا هيا اسمه تايكون. كيف ما اسوي له هيا؟ انزين خلنا نشوف شو عندي فلوس حق شير. ما عندي 200 بالله عليك. وين سفن؟ تعالوا اشتروا في الكونة هني. كم؟ 10000 هني 10000. تعالوا شلوهم، خلونا نزرع، نسوي نبني للناس. بدون تجارة ما منا فايدة الوضع. انزين وين قاعد يبنون الحين؟ نبا خلوا يشلون هذا بس، بسوي كوك بيلد حق هذا. شكله يبار بعكاش. اشوف حيت كان يخليني في الماينس اروح شوي، ما قاعد يخليني اصير في الماينس. خلنا اشوف هاي 14000. اوكي هاي كوك بيلد 4000. اوكي اوكي راحت، لازم استلم الفلوس يعني. السفينة اللي بعدها ما لحقها، فشو يبالنا؟ في مسترز هاي زين عشان يدخلون لنا فلوس. انزين هاي شغالين الحين؟ اوكي شغالين. بيبنون المدينة كامل هاي، ما بيقصرون، ادري بهم. ديابة هذا شو يسوي؟ يا حبيبي دربي يشيل سامان، بالعكس ليش؟ استهبل؟ استهبل بالله عليه؟ انا احس ان الشارع مش ذاك الزود، مش ولا بد احطي لهم. بس الحين ما عندي فلوس، مشكله. اوكي تشيب امبورت تريد روت، كل امبورت تريد روت 5000. ابا تشيب امبورت. اوكي تريد، بس نستورد هذا وهذا وهذا. ريموف شيب، ريموف شيب. نبقى ابا شو اسوي؟ ابا استورد واصدر. ما ينفع الاستيراد، ما ينفع. بصدر حق هايل لحم، وصدر لهم. ابا ارفع علاقاتي وياهم ويعطيني 10 وياهم. هذا 10 يير كونتراكت، هذا 5 يير، 10 سنين يبون 40000. اوكي اتشب، بيعطيني علاقة حلوة وياهم. بعدين ابا استورد منهم شوي شغلات. انزين شو عندنا في ريسيرش الحين؟ انزين نقدر نسوي ريسيرش حق ستيل، سوينا تانكس الكتريسيتي كهرباء. يا حبيبي تعالوا انتو كلكم. انزين عندنا حاليا وين صار ما عنده فلوس حق شيء، ما فيش فلوس. ايوه تريه فلوس بنحطي حق الجماعة اللي هني. هل نزيد ميزانية؟ بنزيد الميزانية هني.
نزيد ميزانية هني، بنزيد ميزانية هني. أيوة سيجار فاكتوري، نقدر نصدر سيجار صح؟ بس نحن نزرع توباكو أصلا. شو ما يكتب لي شو ينتج فاينل بولس؟ شو بغير توباكو تشينج، بنغير الوضع، بنخليه لحظة خليه يخلص. توباكو يضر المنطقة. شو احسن شيء هني انتجه؟ هني توباك كتره، زي الكورن زين. اوكي يعني اصلا نوع الزرع اللي قاعد اجربه هني غلط. لحظه تشينج كروب، تشينج كروب توباكو شجر. اوكي يعني الرم اندستري بيكون زين، فنبقى اوريدي ينتجون بزياده. وابقى احط التوباكو مكان يكون change crop. يلا لازم توباكو. اشو كوفي. انزين الحين محتاجين كيف اسوي سجاير اذا ما عندنا توباكو صح؟ لازم نسوي توباكو. اوكي change crop sugar، خلى سكر بس شكله من الميزانية زعلانين، ما حد قاعد يداوم. نبغى الناس تنتج لنا، عندنا شقاق، عندنا كل شيء، وبعدهم ساكنين هني الحيوانات. قم سير اسكن هني، عندنا شقاق فول، عندنا وايد شقاق. 4 من 12 ساكنين. ليش والله بسوي ستيل. بس انا شو قاعد اطلع هني اصلا؟ ايرون. خلنا نسوي ستيل عيل. الستيل بيكون على هذا الطرف شكل جميل. نسوي له مصنع ستيل، نمد له الشارع لين هني. يعني هذا بيون له. يلا دوم، نبى ناس ستين. عاد ما محصلين ناس ستين الحين، دوم. عندي ابروف ريت وصلنا 70%، واللي هو زين وايد. فالحين نبى ريد عندنا سفن، دوم عندنا سفن. نبغى، تعال انت شو تبين؟ بلد ستيل ميل اكسبت. يلا خلها يبنون الحين، عندي فريقين تعمير. ما عندنا توباكو. زين لحظه ويت، اذا السالفه بالطريقه هاي لحظه توباكو وين؟ اوكي هني يقول لي اوكي توباكو. زين خلنا نحط حق هذا، مش باينابلس، نبقى كوكو. زين هذا جرين 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 احمر. يس اوف كورس، ننزل شو السفر هنا. ايه اوكي الكشن. بس انت استيفليبي اذبحه؟ لا لا ما اذبحه، اذبحه 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 اذبحه. لا ما بذبحة. اوكي ينافسني الكلبه. انزين شو تبغى انت؟ انكريز الريجن هابينس باي 15، اكسبت. بيع 10,000 تمبورت كومنست ريفولوشنست، اعطيهم 10,000. يلا بعطيهم 10,000. ريفولوشنست وين احصله؟ زين الحكم عندنا صدر الحين. لحظه هاي 14,000، هاي 15,000. تي مسترز والله شغالين. هاي غيرنا الكروب ماله ولا ما غيرنا؟ غيرنا. ليش ما حد يشتغل هني؟
يا حد باني في شاك هنا يصير يا اخي اسكن في بيت والله يعني قاعد اسوي بيت حق منو؟ زين نبى تيبل مانرز ديليجيشن الاينس نبى تانكس ارمي بيس اوكي مو مشكلة بنسوي شوي شغلات بس على اساس هنحسن خلنا نحط هنا شير دام عندنا فلوس نعطي شير شجر شجر شوف هنا شير تلك المكان يبالي حدائق ثم احلال حديقة في الوسط ناس تتي هني تتمشى تشوف امورها كراسي تقعد اوكي شيبون ما كونتراكت وذ اكسس ستريت فور 20 مينتس ان ادفانس شو اسوي كونتراكت ريمين اندمندد بتشوف بتم بعلن استقلالي الفوتنج ما قاعد ينزل يا حبيبي هذا اذا اخذ المكان بخسر الجيم انا واني واثق وايد يعني ها خلينا نحط بلانتيشن زين توباكو ايوه هني توباكو سوري ايوه اطفال لكن بنسوي زقاير بنصنع زقاير كويك بيلد كويك بيلد انزين بنحط ميزانية تريليون حق التوباكو ميزانية تريليون حق التوباكو خلنا نشوف التجارة هاي تدخل فلوس انزين الحين هذيل مشكلتهم مش محصرين اللي هي اللي نصنع فيه بس الحين ابي يتم زراعة التوباكو طريقة جيدة يعني هذا مكانهم اخضر مكانهم اخضر تعالوا انتوا شو اخباركم اصفر احمر هاي انت كروب كوكو خلاص سوي كوكو ها شو يسوي كوفي كوفي اخضر بس خلاص اموره طيبه امور تمشي هاي الامور تمشي ما عليهم مشكله ابى اسوي ريسيرش حق شيء نفس مستشفى بس باركنج لوت شو يسوي الباركنج لوت اوكي هاي يزيد عدد الناس يقول لي اللي يقدرون يستعملون سيارة زين فبالتالي فبالتالي يروحون يردون دواماتهم اريح فانا ابى هالشي هذا هني احطيه لا ورا المبنى لا هني شكله زين باركنات بس ابى عند السكن يعني ابى مكان الناس وهي ساكنة روح ترجع بسهولة ونحن قلنا هني بنسوي خلنا نحطيه هني أبغى أشوف شكله باركنات مرة واحدة بس ليش ياخذ مساحة الكبر كباركن يعني بس هاي يقولك يزيد عدد الناس اللي بيستعملون السيارة بس كم واحد ما أدري كم واحد ما أعرف بس بيزيد عدد الناس شوي بيطور منهم يعني أحسن يروحوا بسياراتهم يعني عند الدوام بعيد يوفر عليهم طريق كثير اوكي زاد الريتنج مالي كل ما احط لهم سامان يزيد الريتنج مالي صب عليهم الشاب بس ما عندي فلوس اسوي له انستنت ما عندي لحظه تعال 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 21 ريال اوكي المدخول مالي قام يزيد لحظه شو قاعد ينتج شغال ينتج زين الحين اظني لازم هاي اللي يخلصون مره يطلعون توباكو على اساس نقدر 2500 شبه من بني لا مو بني عيلة برايه نحن نبغى نبني الحين الستيل ميل مالنا وين هذه بنزيد ميزانية عندنا منجم هني واكيد في مناجم ثانية حق حديد ما في مناجم ثانية بيت نحط ماين 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 وين نحط منجم منجم نبغى منجم 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 منجم, منجم.
ما في مناجم حديد هني شي. ها شو؟ ايوه ماشي الشارع شوي. ايوه هم هذا منو؟ ايوه من هنا دبت عليه وما عندي شيء هنا، ما عندي اي شيء هنا. زين نرجع الباركنات نشوفه. يو الباركنات ما فيها بالي موظفين بعد. يلا فول، كم سيارة تشيل؟ ما يكتب لي، ما اعرف. بس مفروض الناس تدخل وتطلع من هالفتحة. في باركنات تحت الارض ولا كيف؟ ما تشوف حد يطلع يدخل. بس زين يعني عندنا باركن، عندنا باركن. ها شو سالفته؟ ليش ما حد يشتغل فيه؟ ما حد كلهم يبون فلوس زيادة. انزين not produce English poker input 1000. اوكي شكلي والله تباكو اكثر. يمكن بعدنا لازم الترية يخلصون هاي. خلنا نشوف الحين هايل بيون لين هني بيداومون اقول كويك بلد. ريحوا راسكم تماما. ايوه هذا هو. ايوه استوى عنا كهرباء. الحلقة كلها تري كهرباء اصلا. وين كهرباء؟ وين صار يوتيليتيز؟ ايوه وين باور بلانت؟ وين باور بلانت؟ ها شو انفراستراكشر هني بيكون ولا 12000. يا حبيبي 12000 يبا. في ما حد دخل طلع من باركن؟ والله سيارات تسوي لنا في المكان. شوف شوف خلينا نسوي لهم شارع يوم يستوي لنا فلوس. تعالوا بسرعة 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 أنا بفلوس. في تصويت في انتخابات لازم نسوي كهرباء حقهم. نو فرود. يلا ها بمشي انا الصادق اليمين. عرفت لحظة باور بلانت مصنع الكهرباء بحطيه هني بعيد عن العالم ما يسوي ازعاج. بسوي عنده كم من بيت. دقة كوك بلد. لا كوك بلد ما عنديش حق كوك بلد. 12000 فزنا. بس في ناس ما تحبني ترى. في ناس ما تحبني. في ناس ساكنة في شوكس للحين. لحظة خلنا نشوف كيف الوضع. لحظة وضع الناس كيف. انزين الناس عندي 265 الاخره. open unemployed ما في احد عندي مش متوظف. في ناس الحين ما عندها بيوت هي فلازم بنبني شقق زيادة. مش لازم يسكنون يعني سكن كبير. خلهم ساكنين في شقق. هاي عندي 12 وش الا 12 عائلة. هاوسن كواليتي عالي. يلا هاوسن كواليتي عالي. انا يا سيزيد التكلفة على عمري معتمد على التجارة ان التجارة تنجحني ترى. انا معتمد على الموارية الحين مش معتمد على شيء ثاني. اوكي هاي في سفينة حركت. معتمد على التجارة واظني بنكب من التجارة انا. زين عندنا انتاج حديد. لحظة ليكون هذا مش مخلنا. اوكي في عندنا انبوت بس ما عندنا. يبغى له فحم. هذا شو يسوي لي كول؟ الحين بيفحم بس هاي السنه اللي يجون بالطريقه هاي.
هاي السنة. زين تباكو شو يبغى معه؟ اه اوكي الحين قام يدخل فلوس، تباكو الحين قام يستوي، هذا شغال ما شاء الله، هذا سيدخلنا فلوس طيبة. مصنع الكهرباء خله شغال نفس ما هو. ابغى اسوي منطقة سكنية صغيرة فوق، بس اول شيء بسوي كم قصر، اكيد عندي ناس بطرانة يعني تبغى قصور. ماشن ما يستوي هنا، ابا نوعا ما يكون شكله فنان، بس نحنا قلنا بسوي قصور هني صح، بس قصرين على الطاير ما يضر. هاي الهوامير تعالوا هني، ايوه ومش احسن شيء بس نوعا ما يمشي. انزين نوعا ما يمشي، ايوه شوف سيارات هني حبيب 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 والله. فين بقى حاطين لهم باركنات؟ هاي حاطين لهم باركنات هني، وين كان باركنج يا جماعة؟ أوبرا هاوس مو بحطينا مطعم، يو في مطعم، حاطين مطعم هني لازم، مكان شفته أحسن حق المطعم والله الصراحة. ما بنسوي لك كوك بيلد، خله يزيد سعادة الناس تزيد شوي. أنت تعال، هذا ما عبى فول بعد، ما قام يكفي الصراحة، هذا قام ينتج شيء. زين اساس نوفر درب، نبا نوفر عليهم طريق، يعني اذا مسير حق الفحم يلفون اللفة داخل مدينة كاملة، شو بيصير لو اني جبت الشارع من هني لين هني، او الشارع هذا اول؟ ترى اظن خلي يستوي عندنا فلوس اول، لا خلي يستوي عندنا فلوس الى نهاية الحين جايين 4000 بس شل، ها في 8000، ها في 20000، بس هذا ما شل الخايس ال 20000. اوكي الحين ابا اجيب شارع من هني لين هني، اختصر على شاحنات درب، او اجرب درب بعد بديل ثاني. لحظة خل نمشي، ليش اللعبة قاعد ابني؟ سوري ابغى اي بشارع يعني لين لين شارع ما يعتدل يخرب بيته. شارع لين هذا المكان. انا ما اعرف اي واحد بيستعملونهم اكثر، لكن في نهاية اليوم في درب بديل. لحظة خلينا نشوف هو وين بيروح، ان شاء الله ما يكون تعب على الفاضي. تعب على الفاضي، ممكن بعد اسوي شارع سيدة اكثر. لحظة اسوي الدرب حق المزارع يعني، اوكي سوي درب لين هني، اشوف يستعملون الشارع ولا ما يستعملونه. في نهاية اليوم يستعمل الشوارع كلها ترى. شوف قام ينتج، هذا قام ينتج حلو كل شيء. ما يستعملونه بعد، قمة الفشل. استوى عندي كهرباء يعني، انت لا تنسوا ان استوى عندي كهرباء، بس ما في حد يشتغل في الكهرباء ليش؟ كول انبوت يبقى فحم يا حبيبي، يبقى فحم جيه. هاي يبقى فحم. زين وين يبقى فحم؟ روح عندي مشاكل معادن. زين صبر، خلنا عيل اذا بيصير فحم اكسبلور، خلنا نشوف هاي المنطقة، وعندنا حد ثاني بعد يسوي اكسبلور، نشوف هاي المنطقة
انزين والنبله مش هذا صبر وين ماين وندور وين نركب الماين ندور مكان ما ظن في مكان ثاني حاليا يركب يا حبيبي. موضوع هذا موضوع صعب بيلة بيلة في حال اوكي في حد يستعمل الشاب نايس نايس عندي 30,000 يو حبيبي لحظة لا تقول لي كهربا ما توصل هني بس هني شرطة يا حبيبي الكتريك سب ستيشن اوكي الحين هذا اظني اتوقع والله خير العالمين شغله يوصل كهرباء انستنت بيلد اشوف ايوه الكتريك سب ستيشن 1 هني نباه وكبلت اظني بيتطورون بس يستوي عندنا كهرباء صح بس وايد يبغى له سب ستيشن يخرب بيته يعني انا بحط سب ستيشن في نص المدينه هنا ليش يمكن تصميم اللي تعبان والله تبون صدق تصميم شكله تعبان جدا 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 زين الحين معظم المدينة عندها الكتريك سب ستيشن الكهرباء يعني بس ما يكفي نحن نبغى هني مو مشكلة ونبغى الكتريك سب ستيشن هني خليه يوصل لتحت لحظة خسرت كل الفلوس في الكهرباء انا بس ترى اوكي استوى كهرباء مفروض 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 عندنا كل مكان اوكي دبلوماتيك اكشن خلاص اتوقع الكهرباء هي تكفيني لا ما تكفيني خلينا نحط الكهرباء وكبلت كل شيء والله سويت بس ابى اشوف الكهرباء كيف تشتغل هي عجيب عجيب صار عندهم كهرباء انتوا عندكم كهرباء الحين ترى ولا ثانك يو ولا شيء ولا حد سوى رسالة ثانك يو انزين نبغى احط شقق هني وشقق هني ما تركب نبغى شقق شوي زيادة والله اتوقع بحتاج شوي زيادة انزين خليني احط لكم تيمستر بعيد ويت تيمستر اوفيس بحطي اظني على المدخل هني منطقي ان ايفن تاب ويت ترين اللي هو زين يعني هذا بنحطينا واحد ما عندنا فلوس حق الباقي زين بس عندنا فلوس قريب لان اصلا المواني مالنا ياس تدخل مبالغ خرافيه دخلنا قبل شوي استوى عندنا 30,000 استوى عندنا كهرباء الناس تكون مفروض مستانسه الحين استوى عندها خدمات مانشن الخدمات كفل تعال حبيبي تعال انزين بنسوي تمستر هني ومن يستوي عندنا فلوس شوي زياده بنحط اماكن ثانيه خلني بالسفن طبعا احنا قاعدين نصرف وايده انا ما قاعد اقصر فلوس يعني ما قاعد اخلي شيء بروفيت كول انبوت بروفيت زيرو كله زيرو برديوس بورت ووتر كونسبشن 60 في عندنا 365 باور زيادة واللي هو وايد 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 مش شوية خلنا نشوف حطيتي مستر اوفيس 4 هني حطي لنا بالعكس بعد 4 مش 4 3 اوكي خلنا نحط لهم الشارع خليه يتوصل في هنا هذا خلنا نهدمه لحظة هذا مسوي ازعاج في الحياة اوكي هاي شغلتهم خلنا نشوف شارع يمتد مهني نايس
اوكي ها معناه المفروض حطيتي مستر ثاني. اوكي وهايل شو اسوي فيهم؟ هايل خلاص هايل انتهى عهدهم كلهم. هاي بنبني مكانهم شقق ولا وزارات؟ انت شو تبغى؟ سنجل كومبيتيشن. اوكي اوكي اللي هو هذا سيرفيس بيلدينج كونستراكشن ليفل اوف كوست ديكريز سيناريو كومبيتيشن كاستمايز. اوكي نظر سلكت. يلا يلا ادمنستريتر سير فيهم. انزين الحين بنبني لهم شقق. ميزتي انه في الشقق بنبني بس الحين لانه حتى هايل مش هذيل الكونستراكشن اوفيس. لا بس هذا ما ابغى لان عندنا باور عندنا كل شيء بس ما ابغى احط مركز شرطه. بعد ذكرتوني مركز شرطه بيكون مركز شرطه مكان يكون مبين بصراحه. المفروض مركز الشرطة هني بعد مكان مشغلة قدام القصور يسوي لهم ازعاج. انزين مركز الشرطة لحظة مركز الشرطة معناه بهدم هذا بحط هني مركز شرطة مركز شرطة وما استوى مكانه. خلينا نهدم كامل الاول. اوكي لا استوى مكانه زين استوى عندنا مركز شرطة هني زين في زاوية المكان. 12000 حلوين حلوين 12000 حلوين. التيمستر هايل بيكونوا اكثر من كفاية انهم يسوون كل النقلات اللي على الجزيرة. بس شو يبالي الحين؟ لحظة أزيد ميزانيتهم خلهم يسوون كل شيء موجود لأن الحين إحنا شو نبغى؟ نبغى نبني شقق كنا صح؟ الشقق شاهد العيادة كم تشيل؟ أوه أوكي وضعنا صعب وضعنا صعب شوية. لحظة نبغى نشوف ناس اللي عندها مشاكل. اوكي unemployed students الى اخره tourist rates total immigrations birth 92 ومنذ في المدينة. انت شو تبغى الحين؟ export personal steel if you accept this task. اوكي نبغى time for a little gow. Okay. I really should see about getting myself a villainous laugh. خلنا نزيد سعر الستيل. انت شو تبغى؟ زيد اعداد الناس الاغنياء. هذا اوكي موافق. بحط مانشنز. في عندي مكان مره مسوي حق قصور. وبنحط عنده تعرفون شو؟ لانه قصر حطي عنده مطعم خلى لا يروح بعيد مشي يوصل. ونبغى نحطي الشقق كازينو. عندي عندي كازينو كابريت. ها شو حق الاغنياء ما اعرف شو يسوي بس عند الجيش غلط. لا الاغنياء يقدرون يروحون بسياراتهم فبخليهم يجون لين 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 لين, لين. هني كله جيش عندي. شو السالفة؟ كله جيش كله جيش. زين صبر خلني إذا السالفة كله جيش خلني أطلع الشارع من هني. زين وني بشارع هني حلو ونحط الكابريت هني هذا whatever it is ونحطي عنده شغلات ثانية بعدين. بسوي هني بعد كم قصر ترى لأنه بيجيب هني
شارع صعب. انزين نقسم شارع داخلي عادي مش قضية يعني. كبريت تبريوت يبنوا عندنا فريق نحب بناء يعني مش بس شغالين والله ما شاء الله. شوف شوارع محلاها الدنيا محلاها بس ناقصنا والله شوي مناجم والله. يمكن اسوي هني بعد منطقة سكنية شو رايكم؟ هني في نص المكان هذا مكان شكله حلو الصراحة يعني عنده شوارع رايحة وكل شيء وبحر قريب. بس أبا أجيب أول شيء. أيوة هاي هي المشبش يشتغلون. شو نعطيهم حقوق يبون حق العمالة الطفولة الطيبة باك. أوكي هاي قوانين شوي جديدة. أوكي ياسين نصدر نحن نسير نبون باقي 5000 نيو فلتر اتش بيبل الناس الأغنياء الوسخة. ليش أغنياء ووسخين يعني؟ زين هاي لهم بنبنى لهم الحين. ايه صح نبغى المساكين الناس المساكين زين يسكنون كازينو حق الفخارة معروفة شغلة. زين اتصور حط كازينو عنده شغل غلاسة. المشكلة هني مصانع ليش حاط مصانع هني؟ حط كازينو هني عند المساكين خلهم يعيشون ايام حلوة يعني على الاقل. هذا مش وقته لا. هاي بسوي فوق مدينة كاملة جديدة بحطي لهم بسوي لهم شي شغلات. انزين الحين نبى عمارة عمارتين خلينا تشوفوا ان الحاكم ساكن عند الفخارة عرفتوا. بتشوف لحظة بجرب هالحركة اذا مشت والله حلوة والله مشت ومش مشت نفس ما انا ابغى الصراحة بس زين. اي صعب اي صعب ما يستوي. انزين وبنحطي لهم بعد انت متى هي يستوي ابارتمنتس شقق شقة. انزين يو حبيبي بس بس حلو البقعة ترى المنطقة حلوة. الولفير سوري يسار ما عندي فلوس. زين بحط لهم هنا شوي شير خلهم يستانسون. العيادة شو اخبارها؟ العيادة فل يبالي عيادة ثانية لان استوى عندي وايد ناس كثرتهم وما قاعد اركز على العيادة تبسط. من الممكن هذا شوي يكون غلطة. خلنا نحط لهم اول شيء شير. اوكي شير 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 خلنا ننزل تحت هذا طيب بلس. اوكي نبغى ناس متعلمة لازم اشتغل على التعليم على فكرة. ايوه والله حلو كالكوليتد يا جماعة كالكوليتد. ايوه منطقة خضراء حلوة جميلة. هاي البطارة يبالهم النخل هذا يعيبني النخل والله حلو احسه. هدمت بيوت ناس المساكين ليش ساكنين ورا الاغنياء يعني؟ ما حصلتوا مكان ثاني؟ بالله عليكم. زين هاي اظن حلقتنا اليوم تكفي. اليوم كانت هاي عملنا شقق كتير والحين بي طبعا كامبس سوشياليزم لاخره. زين الحلقه الجايه شكلها انا بحول مكان الجيش بسوي معسكر. المعسكر شكله بيكون هني بعيد بشل هاي العماير مال الجيش بحقه هناك. بس المهم هاي كان حلقتنا لليوم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.